قوي المفروض الناس كلها تشارك فيه. احنا محتاجين البلد تبقى احسن من كده. فاحنا يعني نازلين وعارفين احنا بنعمل ايه، احنا كشباب احنا عارفين احنا عايزين ايه، فاحنا عشان كده نازلين. تقول ايه للشباب اللي لسه ما نزلوش لحد دلوقتي؟ لا اقول لهم انزلوا، هو يعني انتوا قعدتكم في البيت مش هتعمل اي حاجه، انتوا لازم تنزلوا حتى لو مش هتقدروا حد صوت معين، بس لا يعني انتوا لازم تشاركوا برضه، انتوا شباب البلد ليكم انتوا في الاخر.